كل ورقة سكسرة وده برامج كان من حقوق دونه ده إكس سوق بنا وربحنا دبل ما سد عالم كتجل كستا وعند دي سوق بدونا تلقى روش أوقية بيد دونه ده طلب الله حدود فلسطين تي حماس أو كتاجر يو سوق أوقية ريموسكو إن كبدان شنك حد أو كم يدقوه بيسن أقوى وين كحاف فلسطين تا يو جدد كذا بيسا قرشا روش أوقية ريكحاف أقوى وين إيس كعبين تفلسطين تا لما ود بدأ السلام كا إبرق الدحاء كوتشران كوا عربات سيد السعودي كإمارات كعربتها وقاعد يطلب الربح حكون غطى مريكا كا ويحيرات كسرجين سلجد من التريكا مريكا كويا لود مدودا يو جور استاجيا إن لقو تاجر إسرائيل أم سيدوك للجو الر كحاو بيسن كوسكن قبل كأي تاجر تو إيران إن كبدن بقول مجال الدوري دا يفرطن إيشان ودن أي كقب قادن دونا تاجرات من مدى فلسطين يرفح ودعي دونا سبتد إبريتا يمعلومات كلا وديار قروبة تلك روشك أي قاضي طلابو إسرائيل يوداقي دكور ردد إرباحوين روشك أي كو عسومي حماس يوكعا كلا فلسطين تو أي كوشران أوروكا فاتح إنه تقال مقالد موسكو سيوطا هذا الله أولا يشان تلك روشك ولقال لي يدقالك غزة إسرائيل يوكعا إسكعا بنتا يارماك لأو باريك دحا سودو شاقي سركال روشكا جمعي تنوحي نغندون تا قرشي قبالارنا اي تاريخ دا وودن او قادو سلومي دا يدامان قربية دا كلدوغن اي كوحا فلسطينين تا اي هو بايسان كواس او دحدو دا حفال تا بالارن سودو كل او كجيرو موسكو اي سناد بدن اسكو ديسي انحديد واناكسان اي ليالتو دمان عيارتو دوا وين اي قبالكا وعنا سي سو تريسا او دا لعيساي إسرائيل اي تاقرياش ريقل بادكا يدا او سعودة دقالك غزة روشكا ايه كومرتي جلسي كدواد درازين كميدا كوحا فلسطينين تا ايه هو بايسن مقالة دو موسكو وده هدال الرسماع لغا بلابسكال لباعتنك فبروري وكلا دو ورقا دالك روشكا ايه تاس ايه وريسي ايه دو زوحي قدي وزيركو حيانك ارماد دباد روشكا مغايل باقدانوف وعن كومرتي جلين ايه دمان وكلا دو فلسطينين تا ايه دمان حوق سياسة داد ايه حلالك كاهية كربية دا كلدوغن ايه فلسطينين تا ايه كوشران كوه كوسوغن سوريا لبنان iyo dalalka kale ee gobolka ayuu dhig Bagdanov oo erigay gaarka ee madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ee bariga dhexe dhamaan garbiyada kala duwan ee Ruushku u casumay ee Falastiiniinta waxaa kamid ah ururka Hamas ururka Jihad Islaamiga ee Falastiin oo ay weheliyeen wakiil ka socda ururka Fatah iyo ururka xoreynta Falastiin ee PLO dagaalka Gaza ayaa ka dhashay weerarkii Hamas ay ku qaaday maamulka Yuhuudda 7 Oktoobar oo sababay dhimashada in ka badan كوريا بغل إيه لحظة قف أو يهودا مدحونا إيه دالك روشكا إيه سيستو بجوغ أو قباقي حبة جوجين إيه دا موسكو مربطان إيه دال عيسي حبلغان كإزرائيل إيه مريكا غزة تار إيه ويركة تدباد أكتوبر هادا لدى ددوينها وإيه ويليان إسكاشكا روشكا إيه إيران إيه سيدو كلا حماس إيه حمي حديدكا روشكا إيه إزرائيل تار إيه مركة أوبلو دي ديقالك غزة سيديشاك دور بهينتا العربية إيه سعوديكا برسا أرين تاري أي أوغاسي داري دوانتا خلافك أود حي إسرائيل إي سيدوك لروشكا يدو سي استبجوغا لبادة دنعيتان إي مركو بلو دي ديقالك يوكرين أي أغو يدي سفيرو دودا انتاس نوحا دير مهمد أرين تاني إي مرتقلين تروشكا كوحاك لدوغان إي فلسطينين تأهو بايسان وعي كمو غطي تدالك مدحونا تركي أردوغان أو سمي مدعات أدير يدو سيدوك المدحونا تركي أردوغان ومدبدان كوع العليي إن مد مدى ee kuxa kala duugan ee falastiniinta ay noqon doonto jidka ugu weyn ee xoreynta falastiin iyo dhisidda dawlad falastiina dhinaca kale waxa sii kordhaya dhabarjabka ee mareykanka ka imanaya bariga dhexe iyadoo lagu ramayo in wadamo badan oo carbeed ay ka soo horjeesteen in saldhigyada militariga ee mareykanka ku leeyahay wadamadooda uu adeegsado weerarada ka dhanka kooxaha hubaysan ee taageerto iiraan ee ka soo horjeeday dagaalka qasa ama sidoo kale uu ku taageero maamulka yuhuudda sidoo sheegay telefishiga Price TV ee Iran tiro ka mid ah wadamada carabta iyo sisi kordhaysa lagu horamaya in guud ahaan ay xadideen Mareykanka iyo xulufadiisa inay fuliyaan weerar ka dhana Iran ama kooxa ay taageerto ee gobolka ee galbeedka Aasiya warbixin ay arbacadii daabacday majalada Politico ay soo ciigatay sarkaal Mareykanka oo magaciisa qariyay kaasoo sheegay in qaar ka mid ah wadamada carabta oo ay ku jirto Imaaraadka Carabta ay soo rogeen xanibaadiyo Mareykanka inuu sunu adeegsan saldhigyadiisa militariga ee ku yaala dalkooda si loo weeraro Iran ama looga taageero Israa'il
اما سيدو كله ان لغا ورارو كوحا اي تاغرتو ايران دور دلو عربياد كارهان كو اسكو داية اني وناجيان حريرك ايران اي سيسي كور ليس احدد اي مرايكك اي الهول قلياشي دا ان اي سميان هول قلو او ورار او اي كاقادان لولكو دا او كدان دنا ايران اما سيدو كله اني كو تاغيران اسرائيل تو حاكمي دا انسوين احدد اي ودمدان ورد ارغوسيغا ان قادي نو اي كدان عراق سوريا اما بدعاز ayuu sirkaalka Mareykanka wajirada Mareykanka Politico ee ka gaabsatay inay shaaciso magacyada tirada saxda ah ee wadamada Carabta ee ku lug leh xadididda dhaqaaqyada militaryga ee Mareykanka ee wadamadooda sida laga soo xigtay Politico sirkaalku wuxuu sheegay in sababaha gaarka ah ee Imaaraadku u qaaday talaabooyinkan oo kale ay tahay ma rabaan inay u muuqdaan inay ka soo horjeedaan Iran mana rabaan inay u muuqdaan inay u dhow yihiin reer galbeedka iyo Israa'il si guud sababtoo ah aragtiyada dadweynaha ee ka jira Imaaraadka Carabta ciidanka Mareykanka iyo Isbaheysigiisa ayaa dhawaan kordhiyay weerarada ay ku qaadayaan bartilmaameedyada galbeedka Aasiya garaana lagu beegsanayo kooxaha xidhiidhka la leh Iran iyadoo garab la siinayo maamulka Israa'il kooxahani oo Iran ay ugu yeedho kooxaha iska caabinta gobolka ayaa jawaabo rogaal celis ka bixiyay weerarada Mareykanka ku qaaday iyagoo weeraray saldhigyada militaryga Mareykanka dalka Yemen sidoo kale waxaa lagu dhawaaqay dagaal cad oo ka dhana danaha Mareykanka iyo Ingiriiska tani markii labada dal ay bilaabeen olole military oo ka dhana dalka Yemen iyo kooxaha Houthi-inta Iran ayaa muddo badan sheegtay inaysan jirin kooxo si toos ah ugu taageerto weerarada ka dhanka danaha Mareykanka lagu waxay ku anducunaysa inay yihiin kooxo iska caabin oo gobolka ah iyo kooxahani ay si madax bannaan u dhaqmaan iyadoo amar aysan ka qaadan Jamhuuriyadda Islaamiga ee Iran Isbaheysiga Falastiin ee dalbanaya in la qaado go'doominta iyo sidoo kale inay dhaqanka shacabka joojin degdeg ah Gaza iyo ku dhawaaqay faahfaahinta maalinta caalamiga ah ee midnimada Gaza guud ahaan caalamka waxaana socod ballaadhan ay ka dhici doonaan in ka badan 100 magaalo oo caalamka ah barito oo sabti ah iyo in ka badan 45 wadan oo dunida oo dhan waxa sidoo kale mudaharaadkan ballaadhan ee midnimada Falastiin uu ka dhici doonaa caasimada waaweyn ee galbeedka sida London iyo Washington oo ay ku jiraan ilaa Istanbul ilaa iyo Seoul oo qayb ka qaadan doona munaasabadda caalamiga ah dadka hoggaaminaya dhaqdhaqaaqa midnimada ee mudaharaadka caalamka oo dhan barinta oo sabti ah ayaa sheegay inay ka jawaabayaan masiibada bini'aadamnimada ee suurtagalka ee ka soo fool leh Rafah ee koonfurta mariga Gaza haddii Israa'il ay bilowdo duulaan military oo halkaas ay ka bilowdo tari markii uu bilowday duulaanka ee Israa'il ee Gaza in ka badan 1,000,000 iyo 700,000 oo Falastiina ayaa ku barakacay guryahooda taasoo ka dhigan xadgudub weyn oo lagu sameeyay sharafta iyo xuquuqda aasaasiga ah ee aadanaha biyanka dhaqdhaqayaasha caalamka oo dhan ee taageerada Falastiin ee sidoo kale sheegay in Rafah ay gaadhay heerka ugu halista badnaa weerar military oo ballaadhan oo ka dhana Rafah taasoo noqon doonta dhaqanka ugu foosha xumaa oo aan matalin guud ahaan caalamka isla markaana xadgudub oo sharciga caalamiga ah dhaqdhaqaaqan caalamka oo dhan ee lagu magacdaray midnimada Falastiin ee sidoo kale lagu cambaareynaya dhammaan noocyada gardarrada ee ka dhanka dadka rayidka ee Gaza waxaana lagu baaqi doonaa beesha caalamka inay fuliyaan tallaabooyin adag oo ka dhana Israa'il oo lagula xisaabtamayo midnimadani waxaa sidoo kale lagu xaqiijin doonaa baaqi ku aadan caalamka oo dhan in qayb ay ka galaan maalinta caalamiga ah ee taageerada Falastiin iyo in lagu baaqo soo afjaridda ee gardarrada Israa'il ee Gaza qaybtan warbixinada kuma waa naga intaa intaan xogaha kale idin soo gudbi doono isma dhaafno.